انا جيت ازور والدي في مقابر العيله، ما لقيتش الجثمان. الناس قالوا لي ان ده دجل وشعوذه وبيقدموا قربان للاله، وده غلط اللي هم بيعملوا ده. ده بمنتهى الانتهاك لحرمه الموت. انا مش قادر ان انا اتملك اعصابي وعلى التصرف اللي انا ممكن اقدر اعمله. طبعا واقعة غريبة داخل مركز ميد غمر، جثمان سامي محي الدين يوم الخميس تحديدا 18/1. فوجئ الأهالي أو أحد أصدقاء رحمة الله عليه سامي محي الدين بأن الجثمان مش موجود وأن التربة فاضية بدون جثمان. طبعا تم تحرير محضر والجثمان رجع بعدها بساعتين من اختفائه. إلى الآن أقاويل كتير وبعض الروايات المختلفة، خلينا نفهم ايه القصة وايه اللي حصل وازاي الجثمان ساب التربة واختفى لأكتر من ساعتين ورجع تاني. طبعا احنا معانا نجلو محمد محمد، ابن المرحوم رحمة الله عليه سامي محيي الدين. قول لنا ايه اللي حصل مع والدك؟ والله اللي حصل ان انا جالي اتصال تليفوني من احد اصدقاء والدي جاي يزوره. اتصل عليا قال لي انت ازاي فاتح المقبره وبتنقل والدك منها؟ قلت له ما حصلش. قال لي لا، ده والدك مش موجود في قلب المقبره. ساعتها انا جن جنوني، ازاي ان انا والدي يتشال من قلب المقبره؟ عرفت ان في 4 اشخاص معروف عنهم ان هم بتوع دجل وشعوذه، ان هم جم بدون وجه حق، بدون استئذاني، بدون اخذ تصريح مني او من الورثه، انهم نقلوا الجثمان. نقلوه لفين؟ ما اعرفش. ورجعوا الجثمان تاني بعد وقت معين. اللي كان شاهد على الواقعه ديت عم ايمن، هو موجود معايا. انت ما كنتش مكلفهم ان هم يجددوا او يرمموا لا، او يحصل في ما كلفتش اي اي حاجه من حد. التطوير في المقابر زي ما لا، بيبقى يحصل او ما بيبقى نسمع؟ كلفتش اي حد يا فندم بكده، وما حدش اعلمني حتى لو هم بيعملوا كده، ما حدش اخطرني باي شيء، ما تعرفش اي حاجه. اي حاجه خالص. يعني ساعتها جالك اتصال تليفوني؟ اتصال تليفوني من عم ايمن صديق والدي بيقول لي ان القبر بتاع والدك مفتوح وهو مش موجود جواه. الجثمان مش موجود. الجثمان مش والدك موجود. متوفي بقاله قد ايه؟ متوفي بقاله 3 شهور ونص 3 شهور ونص. دلوقتي. تمام. الجثمان بعد ما رجع كان في خلال الثلاث شهور ونص كان متحلل ولا لا يا كان فندم، الجثمان سليم؟ الجثمان سليم وكامل زي ما هو. يعني ومع العلم حضرتك ان المقابر العائلة عندنا فيها ازيد من 12 عين، المفروض حتى لو هو عايز يفتح لدفن بيفتح على المقبرة القديمة وليست الحديثة. وكان وقتها في اصلا دفن ما او كانش موت؟ فيه دفن ساعتها ولا كان فيه موت. بدون اي وجه حق. بدون اي وجه حق. يقربوا ايه لوالدك اللي عمله كده؟ من فروع من العيلة، انما مش قرايبنا من الدرجة الاولى او الثانية. انت قلت من شوية ان قد يكون واخدينها بيقدموها قرابين للجن. الله أعلم. الناس بتقول كده هنا، كلهم بيقولوا كده فعلا. هم كرروا الواقعة دي قبل كده؟ يعني عملوا حاجة بالشبيهة عشان تخلي الناس يقولوا حاجة زي كده عنهم؟ هم معروف عن الناس دي ان هم بيعملوا كده. بالجسامين؟ اه، بياخدوا الجثمان؟ هو ده اللي واضح بقى سعادتك، ده اللي بيتضح النقط اللي احنا لولا اللي عم ايمن شاف كده ما كناش هنعرف الواقع. طب خليني اخد عم ايمن شاهد على الواقع، ويعتبر هو الوحيد اللي كان متواجد وقتها، وهرجع لك تاني. اتفضل. عم ايمن طبعا واقعة مؤسفة، وصديق عمرك جثمانه بتاخد قدام عينك، ويمكن انت ما اتاخدش قدام عيني. انا لقيت المقبره مفتوحه وانا قاعد قدام مقبرتنا، فجيت بصيت ما لقيتش الجثمان. سالته قال احنا بننقلهم عشان نطهر. وراني مقبره هنا. سالت حد من المتهمين؟ حد من اللحاد، ما اعرفش المتهم. اللحاد نفسه سالته وراني مقبره وقال احنا بننقلهم هنا عشان بنطهر. بس انا الجثث اللي شفتها حاجات مش متكامله، فده اللي اثار شك. قال لي ان احنا شايلينه وبتاع. فبدات طبعا بعد شويه كده من رد الفعل البطيء اكلم محمد واكلم عبد الوهاب اللي كان معاهم بالغسل وبالتكفين والكلام ده. على ما جينا وحصل بعد ساعتين تقريبا، جينا ليه بعد ساعتين تمام، جينا لقينا الجثه مكانها بعد ساعتين. انا قعدت هنا ساعه ورحت جبتهم من البيت من عند صديقنا عبده ده، ومعاه محيي ده ابن الحاج ابن المرحوم الله يرحمه، وجم وراهم لهم. هم اتعرفوا بقى على كده. يعني كانوا كام واحد بياخدوه؟ ما كانوش بقى، انا جيت لقيتهم هنا وهو ما كانش أشخاص. موجود. كان في 4 اشخاص واتنين لحدين واحد تاني، وفي رمل وفي مش عارف في حاجات كتير انا ما شفتش، انا ما اعرفهمش. اعرف واحد في ذهنك اول حاجه ان في دفنه؟ انا جيت ذهني كده ان في دفنه، حد توفى، ان حد توفى ويدفنوه. فبيبقى مباح حتى في اي خالص ان في جثه
بتتاخد؟ هو لا انا ما شفتش غير كده وما شفتش الجثه اصلا، ما شفتهاش الا بعد ما رجعت داخل القبر. انا لو شفتها كان الموضوع انتهى. قلت لي قبل ما نطلع لايف ان انت دخلت بنفسك القبر عشان تفتش الفاضي الجثة. الفاضي ما شفتش فيه جثث. الجثه دي كانت في اخر ده هم اقاولهم ليا، لكن انا ما شفتش في الاخر كده. انا شفت المقبره نمره 3 دي فيها بقايا والاكفان في حاله سيئه وبلون اسود. ده ما كانش الفتره الطويله تخلي الاكفان دي تعمل كده، بس قلت لعل وعسى بقى قدرات ربنا انه تحلل. اتفاجئت بالوضع ده. ناخد نجله. يعني قول لنا انت عرفت ازاي قصه اختفاء جثمان والدك من المقبره؟ بس عايز اشوف انا حضرتك كنت جاي من الجامعه، كنت ورايا امتحان اليوم ده، لقيت اخويا بيتصل عليا الساعه 4 الساعه 3:30 4 كده، فقال لي روح المقابر حالا، شالوا جثمان والدك من المقبره. بيقول لي انا مش عارف اجي دلوقتي عشان لسه رايح شغل في الزقازيق. فلقيت عم ايمن زميل صاحب بابا، فقالته بيتصل عليا بيقول لي انت فين؟ قلت له انا جاي لحضرتك دلوقتي، عرفت اعدي على عم عبده صاحب بابا واجي لك. قال لي لا تعال لنا احنا، انا قدام بيت عم عبده، هنروح هنا الثلاثه مع بعض. رحت فجيت سالت، لقيت بقى المقبره مفتوحه طبعا، فبسال الناس اللي قاعده اللي كانوا اربعه واثنين لحدين، بقول لهم مين اللي فتحوا المقبره كده؟ قالوا ده احنا اولاد عم بابا. قلت له لا، والدي ما يقربش لحد، هو كان والده باباه كان اخ وحيد، مالوش كان جد وحيد ومالوش اخوات. قال لي ما انا ابقى جد. قلت له لا انا ابن اهو، انت ما تجيش تقول لي ليه، انا اللي موجود انا واخويا السيد ومحمد. ممكن يكون السيد اخويا كان مسافر، بس انا ومحمد موجودين قاعدين في البيت. فقام قال لي طب ما تشيلش الهم. قلت له لا هشيل الهم طبعا ومش هسكت، وكل ده هيتقال وهيتعرف واقول لاخويا الكلام ده اللي حصل. واحد اتنين تلاته. قال لي عم عبده طبعا هداني وعم ايمن، وقال لي ما تغلطش ما تقولش كلام يعني سيء للناس يعني بالظبط. قلت له تمام مش هتكلم، بس اللي حصل ده هيتعمل محضر وهيعمل كل حاجه، وكل ده هيبقى معروف يعني ومكتوب في اللي ده حصل من دون اذننا وبدون اذن ان هم يجيبوا تصريح بكذا. فطبعا قمت سابه وماشي، وما قالوا احنا وطبعا قبل ما امشي اتاكدت ان والدي في ببص على والدي عشان اتاكد برضو ان انا كنت في غسله، فبص لقيت الكفن هو فعلا اللي موجود. وبعدين الراجل كان عم ايمن بيقول له مين اللي شاله مش وخرجه من مكانه، قال له لا ده كان محطوط جوه في المقبره بس في جنب، وده طبعا مش موجود، ده ما كانش موجود. فده عم ايمن مسك اللحد قال له طلعت الجثمان ولا لا؟ قال له اه فعلا طلعناه. قال له مين اللي طلعه؟ قال له هم اللي قالوا طلعوه. ده اللي عرفناه واحنا ماشيين بقى. ومحمد اخويا طبعا محامي، هو اللي يقوم بالواجب بقى اللي بعد. اعترفوا؟ اه طبعا اعترفوا. بعد برضك ما احنا قعدنا كده ساعة الواقعة في وقتها. ما لسه ما استدعوش للتحقيق معاهم. بس هم قالوا قدامنا اه فعلا طلعوا. كان في واحد عمال برضو اللحات طبعا. اللي اعترف. اللحات. هو فعلا ما كانش فيه جثمان وجثمان كان. قال خرجناه من مكانه عشان كنا بننظف جوه في المقبرة. هم اصلا ما يعني ما ينفعش يفتحوا المقبرة عشان والدي ما كملش 3 شهور ونص. غير كده كان في ناس مدفونة قبله ما تفحش عليهم قبلهم باسبوعين وباسبوع وبشهر تقريبا. طب ليه تحديدا بتتهمهم ان هم واخدين والدك بالتحديد؟ يعني اشمعنى جثمان والدك تحديدا؟ ان ده اللي متاخد يتعمل عليه مثلا قربان، او ان هم ليهم في السحر وخلافه، ليه اشمعنى يعني؟ بالظبط كده، عشان في كان منازعات ما بيننا وبين العيله، كان برده بين واحد فرد من العيله اللي هو فرد واحد من العيله، كان برده في خلاف كده ما بيننا. بس هو كان من ضمن الموجودين في وقت الواقعه، فكان احنا كنا سكتنا يعني كان المزاعات قبل كده، فقلنا خلاص ده جه عز والدي، وقلنا الامور دي استقرت وصفنا من ناحيته. لقينا جينا هو كان جارنا على اول الشارع يعني بمناسبه الكلام، جيت لقيت واقف في الواقعه دي، المفروض اقرب واحد لينا المفروض هو اللي يعرفنا كده، ما عرفناش. وبالحوار ده كله تقريبا هو اللي قايل كده، هو اللي عمل الحوار ده كله اللي يحصل. انت بس انا عايزه اوضح يعني نقطه، بس علي لي صوتك في نص الكوره. اتفضل. ليه تحديدا جثمان والدك انه اللي يتاخد وتعمل عليه قربان دي؟ طب ما المقابر كتير. طب انا ليه يعني؟ ما برده ممكن المتابع معايا يعني يقول لي طب هو اشمعنى الجثمان؟ طب ما انا ممكن اروح اجيب حد اصلا مجهول او من مقابر تانية مجهوله، ده عشان ما الوش يعني. انا مش لاقي لها مبرر، لان كان في هو في واحد من الاربعه اللي فتحوا المقبره وعملوا كده كان بين والدي كان شاكيه بخصومه، لانهم واخدين ارض مننا. والدي كان شاكيه بخصومه، فده ممكن يكون سبب من الاسباب، بس برضك انا ما عرفتش السبب. السبب الحقيقي والخفي ورا كل اللي بيعملوه ده انا ما عرفتش السبب.
ليه خرجوا والدي مع العلم انه لسه وما تمش 3 شهور ونص، والدفان عارف بكده، ده شريك معاهم وبيساعدهم على كده. المقابر ديت عالم خفي سعادتك، احنا ما نعرفش ايه اللي بيتم فيه، ولازم نظهر السلبيات دي للدولة انها لازم تتخذ قرار حسمي في الحاجات اللي بتحصل دي. ده احنا بالنهار وبيعملوا كده، امال بالليل بقى ايه اللي هيتم سعادتك؟ الدفان مقالكوش ان في حد هيعمل تنظيف في المقابر؟ لا ما عرفنيش، لا ما عرفنيش، مع العلم ان انا كنت موجود هنا قبل الواقعة دي بيومين. الواقعة كانت الخميس، انا كنت هنا الاثنين، ما قاليش اي حاجة. سالته قلت له انتوا في تجديد في المقابر؟ قال لي لا، ده احنا هنرصف الارضيه دي حضرتك، الارضيه اللي احنا واقفين عليها، قال لي هنرصفها بس. فوجئت باتصال عم ايمن انه بيقول له ده خرج والدك من القبر. ليه؟ ايه الدافع ان هم يعملوا كده وايه السبب من كده؟ الا من الجهل والدجل والشعوذه اللي هم بيعملوه. سمعت او شفت قبل كده ان هم اخذوا مثلا جسامين او اتقال عنهم مثلا؟ الناس بتقول طبعا ان دول عملوا قبل كده وقائع زي دي، بس في ناس بتخاف انها تروح تشتكي، انما انا عارف حقي فين وعارف اجيب حقي ازاي، فانا اشتكيت. اخدوا جسامين قبل كده؟ انا ما شفتش، بس الناس بتقول مفيش دخان، من مفيش نار من غير دخان. الناس قالت ان هم الناس قالت ان هم عملوا كده قبل كده. وايه الهدف من عمايل؟ مش عارف مبرر بصراحه. ما سالتش حد فيهم بشكل ودي ليه عملت كده؟ ما قدرش انه يبرر لي. الى الان مفيش اي مبرر، مفيش اي مبرر ومفيش جواب على سؤالي. طبعا انتوا اتخذتوا انا اتخذت الاجراءات كلها، ابلغت السلطات المختصه، الشرطه ابلغتها، النيابه ابلغتها، ومستني ناخد والمشكوف حقه موجودين هنا وبحريتهم. مش عارف في ايه بالظبط. استاذ كريم عبد الهادي، وقع غريبه جدا داخل محافظه الدقهليه وتحديدا مركز ميت غمر. تمام. يقال ان هم اخذوا الجثمان عشان يقدموه قربان للجن. تمام. ايه راي حضرتك وايه راي حضرتك في الواقعه ككل يعني؟ واحنا بدايه كده لو هنعيد ترتيب الاحداث وفقا للتسلسل الزمني اللي حصلت بيه، الواقعه دي حصلت يوم الخميس 15/1/2024، اكتشفها الشاهد الحاج ايمن. الحاج ايمن مصادفه وهو بيقرا الفاتحه لمقابر عائلته جه عشان يقرا الفاتحه لقبر مرحوم سامي العجرودي، اكتشف ان العين مفتوحه وان الجثه ليست داخل المقبره. تمام. ساعتين واكتر من ساعتين من البحث عم ايمن وسؤاله الحاضرين اللي هم الخصوم المشكوف حقهم وللحاد والتربي، تمام، بعد الساعتين الجثه من مكان مجهول رجعت تاني ودخلوها القبر مره تانية. كانت فين الجثه طول فتره الساعتين دول؟ الله اعلم. ايه الدافع او ايه وجه الاستغلال ان هم يستخرجوا جثه من قبرها وكانوا يعملوا بها ايه؟ برضه الله اعلم. لكن الاقاويل المنتشره بين الاهالي، احنا في قريه يعني كل اللي سكانها عارفين بعضهم، الاقاويل المنتشره ان الفعله دي او العمله دي كان الدافع ليها هو حاجه واحده بس، اعمال الدجل والشعوذه، لان ما فيش اي مبرر تاني. بيعملوا بالجثه ايه؟ الوفاه حضرتك عدى عليها اكتر من 3 شهور ونص، تمام؟ فيعني نقدر نقول نظريا ان الجثه تكاد تكون شبه تحللت، تمام؟ فبالتالي مستبعد ان هم يكونوا بيستغلوها لسرقه اعضائها، مستبعد ان هم يكونوا بيستغلوها للتبصيم او التوقيع او ما الى هنالك، مفيش مبرر او دافع ان هم يعملوا كده الا التبرير اللي بيتداوله الاهالي على السنتهم داخل القريه، الا وهو ان هي من اجل ممارسه اعمال الدجل والشعوذه. طيب هل اللحاد او الدفان او الاشخاص اللي جم عملوا الاعمال دي حد فيهم كان معاه تصريح من الجهات المختصه بفتح العين او تصريح بعمل تطهير او ترميم او انشاءات او اي شيء من الاشياء دي؟ لا اطلاقا. الناس دي تجاهلت القوانين وتجاهلت الجهات المختصه وشايفين نفسهم ان هم فوق السلطه وفوق القانون. كون ان هم ييجوا هنا ينتحروا صفه ان هم احد ابناء المتوفي ويقدروا ان هم يخدعوا اللحاد والدفان عشان يفتح لهم القبر ويستخرجوا الجثه عشان يعملوا بقى الاعمال دي، ده عمل شنيع. انت بتقول لي ان اللحاد واحنا في قريه وهم عارفين ابناء المتوفي، تمام، ازاي خدعوه؟ يعني اكيد برضو الناس هتسالنا سؤال زي ده. ما هو اللحاد وارد يكون مش من ابناء القريه. ده شيء محتمل، تمام؟ ثم حضرتك ما تنسيش ان هم الاربعه اللي عملوا الفعل دون على درجه قرابه وان كانت بعيده من المتوفي. الغريبة ان واحد فيهم المتهم الرئيسي فيهم كان على خلاف وكان بينه وبين المتوفي منازعة قضائية بشأن ميراث. هل بقى الدافع النهاردة الغل والانتقام والتشفي؟ ما اعتقدش. انا بقول لحضرتك الاقوال المتداولة على ألسنة الاهالي داخل قرية كم النور في مركز من الغمر ان سرقة الجثمان واختفائها لمدة اكتر من ساعتين كان بغرض ممارسة اعمال الدجل والشعوذة.
احنا النهارده احنا قدام جريمه هي غريبه جدا على مجتمعنا المصري. احنا يعني الجماعه دول انتهكوا حرمه متوفي، يعني احنا ما خلصناش من الاحياء والمشاكل ما بين الاحياء عشان ننتقل للمشاكل مع الاموات. يعني احنا النهارده القانون الحالي للاسف ان بيقول ان اقصى عقوبه للفعل دون الفعل المجرم دون عقوبه الحبس 3 سنين. انا النهارده انا لو ليا غرض او ليا هدف صوتي يوصل من خلال حضرتك، الجريمه دي يجب ان يكون لها عقوبه مغلظه لا تقل عن عقوبه الاعدام، لان احنا النهارده احنا بنواجه غضب في صدور الاهالي مكوي على جمر. احنا النهارده لو سيبنا الاهالي دي غضبهم يطلع هيقطعوا في بعضهم، لان للاسف متجاورين وكلهم ابناء قريه واحده وابناء شارع واحد. المتهمين النهارده حضرتك حرين اطلقاء ماشيين في الشارع بيتباهوا كمان بفعاليتهم وانهم فوق القانون وفوق المحاسبه. تم تحرير محضر بالواقع، تم تحرير محضر بالواقع بمعرفه الشرطه. تم سماع اقوال الشهود اليوم امام النيابه العامه، وامنا في ربنا اولا واخيرا ثم في الساده المسؤولين وسياده النائب العام مستشار محمد شوقي ان هو اتخذ ما يلزم قانونا اتخاذه نحو ارساء عقوبه رادعه لهؤلاء على النحو الخاص، وعقوبه رادعه على النحو العام لاي من تسول له نفسه من افراد المجتمع ارتكاب فعل مماثل لهذا. طبعا واقعة غريبة من نوعها داخل محافظة الدقهلية. يعني اكتشف أبناء صاحب الجثمان إن القبر بلا جثمان ويخلو تماما من وجود جثمان والدهم. طبعا عرفوا ده عن طريق صديقه أثناء تواجده مصادفة أو صدفة في المقابر، كان جاي يزور ويقري على قريبه، وتفاجئ إن مجموعة من الأشخاص اللي هم متهمين حاليا في الواقعة يعني فاتحين باب التربة على صاحب الجثمان واستخرجوه، وبالتالي غاب الجثمان عن مكانه لمدة تزيد عن ساعتين، ما رجعتش غير لما صديقه أبلغ يعني أبنائه وبدأوا يعملوا بعض الاتصالات. حصل يعني نوع من الشوشرة، وبالتالي فاجئوا بعدها إن الجثمان رجع تاني المقبرة. واقع غريبة جدا شهدتها مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية. ما زالت الجهات المختصة بيتم التحقيق في الواقعة، وأنا هتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.